تحت شعار حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، أحيت الحماية المدنية يومها العالمي، أين تم إبراز مختلف مهام هذا الجهاز الحساس الذي يواصل تجنيد وتسخير كل جهوده، لا سيما في مواجهة جائحة كورونا. إن حضوركم اليوم لمشاركة أسرة الحماية المدنية للاحتفال بعيدها العالمي يدل على مدى الاهتمام والحرص الكبير الذي تولونه لهذا القطاع النبيل وكل السلطات العليا، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية. هذا الاهتمام والحرص في تطوير القطاع قد أعطى ثماره ميدانيا على المستوى الوطني. تمت علينا هذه الجائحة ضرورة التجنيد وتسخير كل الإمكانيات لمحاربة هذا الوباء الفتاك، كما لم يسلم قطاعنا من هذا الوباء، حيث خلف 22 وفاة رحمهم الله وأكثر من 2234 إصابة في صفوف موظفينا. شهداء الواجب الذين كانوا في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا كان لهم نصيب من التكريم. اللي شرف يعني اعتز بهذا التكريم الجميل والكبير، وأتمنى لهم كل التوفيق. ونهني الحماية المدنية على عيدها العالمي، ونشكرها على التكريم لأخي مرحوم العقيد إبراهيم القاسم. يقول لها أنا أفتخر به، كان يحب عمله ويحب وطنه، يعني أفتخر به يعني، وشهيد يعني. المناسبة كانت فرصة لتقليد الرتب لبعض الأعوان نظير مجهوداتهم الاستثنائية وتكريم المتفوقين في المسابقات الرياضية.